Hey guys, welcome back to our channel. It's your girl Fanny Lungu, back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Like I said, my name is Fanny Lungu, and on this channel we post reaction videos. So if there's anything that you guys want us to react to, drop the link down below or the title of whatever you want us to react to below, and we'll be more than glad to react to it. So today I'm going to be reacting to Morning Dua. By the way, big shout out to everyone that has subscribed to our channel so far. Thank you for subscribing, liking, commenting, watching, and everything that you do. You guys are the best. May you stay blessed, and I hope you're doing all right. So without wasting time, let's get into the video. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asbahna wa asbah al-mulku lillah. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل سوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل سوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل سوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Very interesting video, and be sure to the person that suggested this, because I think I've had this on my laptop for quite a long time. This was beautiful to listen to, and does dua mean prayer? Because to me this looked like a prayer where we acknowledge that God is a very powerful God,
doesn't need partners, has no partners, and God can see us through the rest of our day, in the sense that since this is a morning dua, I'm thinking morning prayer, so we're talking to God, and in this prayer we acknowledge that since He has power over us, we ask that He creates a straight and clear path for the rest of the day too and the days to come, and we ask Him to we're pretty much asking Him to create a good day out of this day that we've been given and are able to experience. So yeah, let me know what you think. Otherwise, like I said, this was very, very beautiful. I love that I'm actually reacting to this in the morning. It reminds me that no, I don't want to spend the rest of my day just being idle, doing nothing productive, and maybe it's also reminding me that since God has given me this day, let me make the most out of this. Let me make it the best day. Let me live like it's the best morning or day that I'm going to have. And yeah, and spread that positivity to other people as well. Let me know what you guys think. If there's something that you have to say, say it down below in the comments. If you want me to react to something, drop the link down below and I'll be more than glad to react to it. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video. About you.